فاكر الرب فرمى لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قد الغير لهم هذا زي بتأكيد ولا بتحقيق ولا بتوكيد. فلو بتأكيد وبتحقيق إما في غمران من نادي صلاة وسلام خدا إلا سربي لابد وشتان يكن زال أن يعبد الله بندياتي خدا سردان واندن بو خدا رازبون بشرع وبرنامه ومنهج إخوة قلت نبري أو روازي كفي غمرين عليه الصلاة والسلام خالد وان وجتنب الطاغوت درقد دولة طاغوتان أوانش كواد زالن با زرنا لدان لبو طاغوتان واد زالن دين داريو المصلحة إسلام بقين نزي هفتان ما يعني تيبقن طاغوت إشخوة البروردار القرآن باسي كده بدو بحالة بحكم بعبادة ها أخوي البروردار فلو فبشر عباد الذين يجتنبون الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى ألوان كاتا طواغيت يعني كفر بيان يا عبادة بيان يا دور كوتنا ولا يعني أخو دوران بيان يا مش ماذا مسلماني دبي أول ما لبرتاوي خواي بالرجال دو بشارة لو آيات بها فبشر عباد بندكاني خواتين الذين يجتنبون الطاغوت أن يعبدوها دور كوتنا ولا طاغوتان سبكا أن يعبدوها نوك بيان ترسل لهم البشرى خواي بالرجال تأكيدا كان مش دلبوانا أو لبندات دور كوتنا ولا مسألة حكم تحاكمش خواي يقولك بس الصفات بني إسرائيل لك يقل الصفات الرئيسية كان وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.